الناخب السابق واحد حليلو زيشلا ينوي رفع الراية البيضاء بشأن ضم إسلام سليماني إلى فريقه طرابزون سبور التركي. مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كشفت أن إدارة النادي التركي تقدمت بعرض رسمي يقدر ب 6 مليون يورو لإدارة سبورتينغ لشبونة، غير أن هذه الأخيرة رفضته وتصر على قيمة 15 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات الهداف الجزائري بعد أن ارتفعت قيمته كثيرا في سوق التحويلات إثر تألقه في مونديال البرازيل. المساعي الجديدة لإدارة طرابزون في استقدام سليماني تأتي بعد أن نجحت في الحصول على خدمات المدافع الدولي الجزائري السعيد بالكلام على شكل إعارة من نادي واتفورد الإنجليزي.